لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام، أينما كنتم وحيثما وجدتم فوق كل أرض وتحت أي سماء، السلام عليكم. تحدثنا عن معاناة اللاجئين الفلسطينيين خارج فلسطين، وحلقة اليوم تسلط الضوء عن معاناة لاجئين فلسطينيين داخل فلسطين، عن حصار امتد 14 سنة. غزة، تلكم القطعة المباركة في فلسطين المأسورة المكسورة الجريحة، يحدثنا عنها صاحب الفضيلة الشيخ أحمد براهيمي، رئيس جمعية البركة للعمل الخيري والإنساني ورئيس تحالف أنصار فلسطين الدولي. أهلا ومرحبا شيخنا. أهلا بك شيخ عزدين. إذا اعتبر سنة 2006 أن حصار غزة جريمة إنسانية، أنتم الذين زرتم غزة وسيرتم القوافل مرات ومرات، حتى يفهم المشاهد الكريم لماذا غزة لا زالت تحت الأسر والحصار من عام 2006. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أسأل الله العلي القدير لك ولطاقم هذه الحصة وللقناة وللمشاهدين أن يكونوا معاول خير إن شاء الله تجاه هذه القضية التي أصبحنا اليوم نرى أنفسنا بأن لنا مسؤولية كبيرة عليها، ونريد إن شاء الله أن نرقى إلى درجة الشراكة في تحريرها بإذن الله. آمين. أخي عز الدين، غزة هذه أرض تاريخ وأرض مواقع انكسرت فيها كثير من الجيوش الغازية، من نابليون إلى التتار إلى ما قبلهم، فهي قلعة من قلاع هذه الأمة. فاليوم التاريخ يعيد نفسه. أهل غزة اليوم رفضوا هذا الاحتلال، رفضوا مشاريع الاحتلال، رفضوا الإذعان، رفضوا أن يبيعوا أرضهم. جاءتهم فرصة لكي يختاروا طريقهم ونهجهم، اختاروا من يحكمهم، واختاروا عندما أقول أي مشروع أو أي انتخابات تقع معناها مشروع سياسي، فهم اختاروا المشروع السياسي الذي نراه نحن في الجزائر هو الأصوب والأحكم والأنسب لحل القضية. اختاروا من يحكمهم، واختاروا الخيار الذي يستردون به أرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم. فمن أجل هذا عقب ديمقراطية يتغنى بها الغرب وأمريكا وبغيرها، ولكن عندما أتت بما لا يأتي على هواهم حوصرت هذه الأرض، جرت انتخابات فيها الشعب الفلسطيني طرح له خيارين، خيار المفاوضات وخيار المقاومة، اختار هو خيار المقاومة، فأقلبوا عليه الدنيا ولم يقعدوها. وانتخابات نزيهة وشفافة، نزيهة بالعكس، الذي اعترف بنزاهته أحد رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية وهو جيمي كارتر الذي كان هو. فهما لما رأوا بأن أهل فلسطين وأهل غزة بالخصوص، أو أهل فلسطين، انتخابات كانت في فلسطين كلها يعني، ولكن القوة الكبيرة كانت في غزة التي رجحت. نعم، رجحت انتخابات الشريعة، فتآمروا عليها ولم يعترفوا بهذه النتيجة، وأعلنوا حصارهم الظالم الغاشم الذي لا تدعمه أي، يعني ليس لهم أي مبرر في حصار غزة. بقعة حرموها من كل شيء، حصار بري بحري جوي، رفضوا التعامل مع الحكومة التي انبثقت من خيار الشعب، فما كان منهم الحصار الذي تتبعه الحروب. قال دير الحصار، فشلوا هذا المشروع، انفشلوا هذا الخيار اللي اختاروا الشعب الفلسطيني بالحصار. لما شافوا باللي الحصار ما أداش دوره، زادوا أثقلوا على هذا الحصار بالحروب. الحروب هذه كانت أهدافها البنك الأهداف كما يقول الكيان الصهيوني، كانت مدققة، عارفين وش راهم يديروا، راحوا للنقاط تاع القوة اللي تخلي الشعب هذا يصمد في الحصار. ضربوا البنية التحتية الاقتصادية، المصانع، المعامل،
كل الأمور اللي كان يسترزق منها الشعب الفلسطيني دمروها له، حتى المستشفيات ما خلى ولا شيء. نعم. ولكن هم ركزوا على الأمور التي تدعم الصمود اللي قاوم الحصار. وبعدها الحرب الأولى الثانية الثالثة الرابعة امتدت حتى الأراضي الزراعية، ضربت بمواد لا 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 يعني تقضي على المنتوج الذي يخرج. ممكن بعد عام عامين تولي هذه الأرض ما تنتجش، دي كلها تعرض لأهل غزة. لماذا؟ لأنهم اختاروا طريق المقاومة. هذه هي اللي لازم الشعب يفهمها، الشعب الجزائري وغيره. ولازم نقول كلمة من أخطر ما تسمع مني يا عز الدين، لولا صمود غزة ولولا بسالة غزة ولولا هذا الرباط الذي وقع في غزة لكان الصهيوني امتد إلى خارج هذا البقعة، لكان ممكن يكون هنا ولا على حدودنا. فهي رأس الحرب. نعم. الذي أوقف، شو الذي أسقط المشروع الصهيوني الذي كان يحلم ما بين ضفتي النهر، نهر الدجلة. نعم. نهر الفرات والنيل يعني. نعم. حدودك يا إسرائيل، حدودك يا إسرائيل كما يدعون. وغزة هي التي ألجأت للكيان الصهيوني أن يضع حدودا لنفسه، رغم أنه كان يعيش بدون حدود. الدولة اللي ما عندهاش واحد، الوحيدة اللي ما عندهاش حدود هي الكيان الصهيوني. ولكن حروب غزة وصمود غزة والضربات القوية التي وجهت من غزة الكيان الصهيوني تركت الكيان الصهيوني يحدد حدوده رغم أنفه من خلال الجدر اللي قاعد يبني فيها. وسبحان الله، الله سبحانه عز وجل تحدث عن العلامات تاع زوال إسرائيل في الآية هذه: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. سبحان الله. يعني سبحان الله. يعني يوم من الأيام كنت في أحد المحاضرات الكبيرة، إذا واحد العالم ماذا قال؟ قال لقد انتهت إسرائيل عندما بدأت تبني في الجدار، وعندما بدأت تبني في الملاجئ تحت الأرض، ولمجرد صاروخ بصناعة تقليدية دخل لك 5 مليون 6 مليون تحت الأرض. سياسة. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. شيخنا الكريم، يعني هل السبب هو فقط سياسي لأنهم اختاروا من يمثلهم الشعب الفلسطيني، أم أنه كما تفضلت هو في القضاء على المقاومة الفلسطينية التي نحن الجزائريين لنا في شهدائنا ومجاهدينا ورموزنا المقولات الخالدة: ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، وألقوا بالثورة إلى الشارع يحتضنها الشعب. الآن الفلسطينيون يدفعون ثمن خيار المقاومة. ما هي أبرز أوجه المعاناة التي عايشتموها شيخنا داخل غزة التي وقفتم عليها؟ قبل أن أجيبك نزيد لك واحد الأمر مهم جدا. نعم. هم الآن الكيان الصهيوني عندما استعصت عليه المقاومة أن يقضي على المقاومة، يعني شعار ممكن يقول نقضي عليها في 100 يوم لآخر لآخر، ماذا بعد؟ الآن زادوا من تقوية الحصار، زادوا من منع الكثير من الأمور التي يستفيد منها أهل فلسطين، صعبوا لهم كثير. علاش؟ حبوا يخلقوا حاضنة اجتماعية أو بيئة اجتماعية هي تنقلب على المقاومة. يوصلوا الشعب، بارك الله فيك، يوصلوا الشعب الفلسطيني إلى احتقان باللي توما يا المقاومة توما اللي جلبتوا لنا هذه المآسي مش الاحتلال. ولكان ماشي انتم ما يحاصروناش وما يقطعوناش وما يداووناش وما يمنعوش لنا الدواء وما يخلوناش نخرجوا للخارج وكذا، ولكن الشعب الفلسطيني افشل هذه. مع هذا 14 سنه حصار ورب حروب والكورونا وما زال متمسكا بخيال المقاومه ومتمسك بالمجاهدين نتاعو وبالضربات نتاعو، بل بالعكس اصبح هو الذي يدفع المقاومه باللي روحي خدمي خدمتك وحنا نتحملوا، يلتفون حول. نعم. فلهذا احنا لما راينا هذا الصمود ورأينا هذا النصر، لأن كثير من الناس ممكن يشوفك بلي تدعم في القضية من أجل باش تقضي على الفقر، لا لا، احنا كاين مشروع لازم نبقاو متمسكين به. هذا المشروع احنا مآمنين به كجزائريين. احنا ما نقدرش نقول للفلسطينيين بيعوا أرضكم وحنا قدمنا 1.5 مليون شهيد من أجل أرضنا في 7 سنين. انا مش نتكلم لك على 10 ملايين شهداء اللي في الحقبة تاع الاستعمار كلها. صحيح. يعني احنا ممكن أي واحد من هذه الشعوب يغلط، إلا الجزائر ما لازمش يغلطوا في التوجه، لان احنا ما كناش نقول للفلسطينيين تفاوضوا على ارضكم، تفاوضوا على القدس، تفاوضوا على كذا، تنازلوا. يقول لك انتم الجزائر
احنا عندنا 26 ألف كيلو متر مربع، قلت لنا تنزلوا عليها انتم الجملين و381 ألف كيلو متر مربع، قلت لفرنسا لن نتخلى عن ذرة تراب واحدة. وفرنسا قعدت على حسب واش يقولوا المجاهدين تاعنا واللي كانوا في المفاوضات يقولوا، يعني بقات تعطلت المفاوضات عامين على جل الصحراء، على جل التقسيم عندو الشمال وعندو الصحراء. المفاوض الجزائري قال لك كيما دخلتوا للجزائر فيها 2 جملين و381 ألف كيلو تخرجوا من هذه البقعه كل. وبالفعل خرجت فرنسا، ما بقى لهاش جندي واحد في اي مكان من الربوع الجزائري. هذا احنا الجزائريين اللي نموذج حدودكم نقولوا للفلسطيني تنازل، بالعكس احنا كل جزائري الان مسؤول على فلسطين، على احتراما لشهدائنا ولمجاهدينا ولتضحياتنا نمشوا مع القضيه هذه. مواقف الجزائريين واضحه وثابته والتذكير بها مطلوب معك شيخنا، ولكن اعود الى سؤالي مره اخرى. عندي بعض الأرقام والإحصاءات أنه من بين أسباب الحصار وما آلت إليه الأوضاع أن هناك انقطاع متكرر للكهرباء عما يربو ويزيد عن 70% من المنشآت، من البنيان، من المستشفيات. يعني أنا أتخيل معاناة كبيرة لا يستطيع أن يستسيغها العقل. إحنا هنا في الجزائر لو كنت تنقطع عنا الكهرباء نص ساعة نضجوا، ممكن نخرجوا مسيرة للشارع، ممكن نغلقوا البلاد، ممكن نحرقوا البلاد. الفلسطيني في النهار 18 ساعة. والمشكلة مش قال مثلا كي تنقطع الكهرباء قال احبس الكليماتيزر نعلم السخانة. المشكل الأكبر لما تنقطع الكهرباء على المستشفى. تخيلوا، لازم الجزائري يتخيل باللي الكهرباء تنقطع على الطبيب وهو فاتح قلب أو فتح إنسان في عملية جراحية. نعم. الناس تعرف اللي هذيك الكهرباء لازم تكون موجودة. صحيح. تخيل الكهرباء تنقطع على هذوك الأولاد اللي يزيدوا قبل موعد ويديرون في الحاضنات هذوك تاع التنفس. نعم. تخيل هذه برك، تخيل كم من واحد راه يعاني منها. تخيل من هذوك الناس اللي دايرين مساكن تاع قضية تصفية الدم. تخيل تروح له الكهرباء في هذاك الوقت وهو مسكين قاعد يدير في هذاك تصفية الدم في هذاك الوقت. الكهرباء ما ننظروش ليها قال والله غتغسل لي السلعه في الفريكو ولا تغسل ولا ما طيبش كذا ولا ما شوفش ماتش. لا روحوا الى ما ابعد من هذا، الكهرباء راهي تدخل الان. لما هو مؤثر فعلا. نعم. في حياه الانسان. هذا الفلسطيني عايشها يوميا 18 عايشها ساعة. يوميا 18 ساعه، وفي بعض المناطق ساعه واحده تجي من الكهرباء، ساعه واحده في اليوم. معاناه تاع سنوات مش نهار مش اثنين. كيف يدرسون؟ يدرسون لا، مع هذا تلغم الحمد لله، مع هذا المراتب الاولى في الدراسه لهم، احسن مدارس تاعهم الان في الوطن العربي، ولا يدرسوا العشوم. وكثير من الفلسطينيين بقطاع الكهرباء انحرقوا بيوتهم، يستعملوا الشوم ويستعملوا ذيك الادوات البدائيه. كانوا الطفل ينعس ولا يرقد الشمعه تحرق له قاعد الدار تاعو. ويا كثير مع مواقع جرائم تاع النار في غزه. أما إذا تحدثت لك على أن غزة هذه منطقة صحراوية الحرارة فيها عالية. نعم. تخيل أنت ينقطع المكيف، تنقطع كذا، تنقطع. الناس عايشة معاناة، ولا مع هذا بالنسبة ولكن مع هذا صامدة على هدفها، الهدف صامدين عليه. شيخنا، من بين الأرقام والإحصاءات أيضا أن هناك 80% من المصانع أغلقت و80% من المحاصيل الزراعية أتلفت. نعم. المصانع هذه تمشي بالكهرباء. أنا قلت لك أيام ماشي 80% هذا الرقم حبيت تقول بلي كاين 20% من المصانع ما كانش. أنا شفت المصانع بعيني كيف هذا، لأن المنطقة تاع المنطقة الصناعية في غزة واضحة. نعم. الناس قاعدة تعرفها، لأنك تتكلم على غزة، واش تتكلم على غزة فيها 40 كيلومتر طول وسبعة عرض. يعني غزة في واحد شوية صحيح هكذا، شوية عزدين، شوية سبورتي، يدورها في نهار واحد غزة. واش فيها غزة؟ ما فيها والو، 40 كيلومتر بالسيارة شحال دير فيها؟ فلهذا احنا عارفين نتكلموا على بقعه مش شاسعه ولا بقعه. ما كانش مصالح، ما كانش، دمروهم نهائيا. كاش فلسطيني يخدم في غزه الان؟ حتى بالنسبه للاحتياجات الغذائيه او المعدات الطبيه او المستهلكات الطبيه، يعني ما يسمح به الاحتلال الصهيوني، تزعجني كلمه ما يسمح به، وكانهم يسيطرون ويمتلكون القوه. ما يسمح به الاحتلال لا يتجاوز 38% من احتياجات الشعب الفلسطيني. يعني مثلا لو كان الشعب الفلسطيني يحتاج 100 كيس حليب يسمحون بادخال 38 كيس. المهم سيرهم، عندهم ثقافه السيرهم تقطير. هذا مكان
ثقافة السيروم الآن يتناول المحتل يمشي مع قطاع غزة بالسيروم بالقطرة، ما نخليهم يموتوا خايف يضجوا عليه الزملين ولا هذوك اللي بنادم يهجموا عليه ضربة واحدة ويلقى مشكلة، ما هو باقيهم يعني يرفعوا لسانهم، خليهم ما يموتوا ما يحيوا، ما يموتوا ما يحيوا حتى يستسلموا، والأرى يراهن على استسلامهم، هذا هو اللي بغي. لأن عليه لأن أهل غزة، وهذه بزاف اللي كثير من الناس لما رددها في الإعلام، باش حنا نقيموا الحجة على الناس ونقيموا على أنفسنا باللي رانا نتكلموا على أمور مفصلية. غزة هذه لو كان يخرج أهلها ويعترفوا بإسرائيل يردوها لاس فيغاس، يردوها نيوجيرسي، يبنوا فيها ناطحات السحاب ويديروا فيها كل الشيء اللي يتمناه الشباب لما يروح إلى مدينة الباريس، ولا يردوها لك باريس كاع. المهم تخلوا على القدس فقط، يخرجوا القادة والساسة والشعب في غزة ياو رانا معترفين بإسرائيل ولا علاقة لنا بالقدس، قسما بالله لا تفتح عليهم الأرض بما رحبت، ويسافروا وين يحبوا ويديروا واش يحبوا. لمجرد أن أهل غزة قالوا مقولتهم الشهيرة لن نعترف بإسرائيل، راهم يتبعوا في التبع. وما نقبوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. معاناة إخواننا مستمرة وحلقتنا أيضا مستمرة، ولكن بعد هذا الفاصل، فاصل ونواصل، فابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم والعود أحمد. لازلنا نتحدث عن مسقط رأس الإمام العالم محمد بن إدريس الشافعي. غزة، وما أدراك ما غزة، حيث فيها الثلة المؤمنة الصامدة الصابرة التي كما قال الشيخ أحمد إبراهيمي رئيس جمعية البركة للعمل الخيري والإنساني ورئيس تحالف أنصار فلسطين الدولي، أنها الآن تعتبر السد المنيع في وجه الامتداد الصهيوني. شيخنا الكريم، في الكواليس كنت تقول لي بأنه معلومة خطيرة جدا لابد على المشاهدين أن يعلموها. لا، أنا المعلومة التي أردت أن أضيفها للجزء الأول أن يجب أن تعلم الناس ما مقدار الإغراء الذي يتعرض له الشعب مع المعاناة مع المأساة. كاين إغراء، كل الناس تعرف صفقة القرن. من ضمن بنود صفقة القرن التي سوم فيها الشعب الفلسطيني في آخرها طلب من أهل غزة أن يبنى لهم المطار والميناء وتفتح عليهم الحدود وتبنى لهم غزة، ويعطوهم مبلغ قدر ب 15 مليار دولار بشرط واحد فقط، أن يعترفوا بإسرائيل. فكان الرد مزلزل من غزة. شوف يعني العزة والكرامة هذه اللي نحتاجوها في الوقت اللي انذلت فيه الأمة هذه وانحطت لهذا المستوى اللي قاعدين يشوفوا فيه، والتردي المخزي اللي راه قاعد الأمة رايحة فيه، وش يجي الرد مزلزل من الأرض محاصرة والكورونا والحروب، يقول لن نعترف بإسرائيل ولن نساوم على سلاح المقاومة. رد مزلزل شعب هذه المعاناة وهذا الألم اللي تحكي لي أكل وهذا الاحتياجات الخطيرة وكلها، مع هذا ما زال صامت. موقف كيم هذا يزلزل، موقف كيم هذا تهتز له حملة العرش. لن نعترف بإسرائيل ولن نتنازل عن سلاح المقاومة، هذا يخلي كل جزائري حر، لأن احنا ولاد شهداء كل ولاد مجاهدين، احنا مازلنا مربى الثورة زي عز الدين، زالوا عايشين مع المجاهدين ولاد شهداء وعائلة شهداء، احنا مازلنا ما قال والله غبالك نسينا، ما فاتش 100 سنة. نعم، يعني احنا تهزنا الكلمة هذه، هذه الكلمة تأثر فينا، يعني ناس صامدين هذو اللي يخلونا ما نتنازلوش على دعم مسيح عز الدين والوقوف معاهم. هذه هي جمعية البركة اللي تمثل الجزائر لسي عز الدين، ها هو مشروع جمعية البركة اليوم، مشروع تاع التحرير، أو مش مجرد عمل خيري بسيط رانا نقوم به، لا، احنا رانا نخدم في هدف كبير ومشروع كبير. ما هي أبرز المشاريع التي تقودها جمعية البركة التي هي منبر الجزائريين وبابهم الأوسع لمساعدة إخوانهم الفلسطينيين؟ مساعدة واجب لا مساعدة منا. نعم، يعني هذا أحسن كلمة قلتها، هذه هي، هذه احنا واجب علينا نقوم شيء، مش رانا نمنوا على الشعب، بالعكس نحن الذين نشكر الشعب الفلسطيني اللي أعطانا فرصة خدمته، نحن الذين نشكر الشعب الفلسطيني الذي أعطانا فرصة لخدمة الأرض المقدسة،
والمشاركة في تحرير الأرض المقدسة. المشاريع كثيرة سي عز الدين، مشاريع تعليمية، صحية، اجتماعية، تاع مقاومة، تاع تثبيت الناس. لما نقول لك التعليم اليوم في غزة مهم جدا للمدارس، تبني مدرسة اليوم، تبني مدرسة للأيتام، تبني مدرسة لوليدات الفقراء، لأن تعرف التعليم في فلسطين ومش كيما التعليم في الجزائر. أين الحمد لله احنا الحمد لله التعليم في الجزائر مجاني، مجاني ما كان حتى ندخلوا نقراو والدولة يتخلص ليا كلش حتى للجامعة. بصح هما كل شيء بالمال، كلش بالمال، الطفل من اللي يدخل يقرا حتى اللي يخرج دكتور ويدفع كل الرسوم، يسموها الرسوم، يعني تبني له مدرسة والدعم له. احنا عندنا هذه مدرسة من احسن المدارس، بل هي من المدارس اللي حازت على المرتبة الاولى في فلسطين، هي مدرسة الشيخ محمد البشير الابراهيمي الجزائري. وكنت قلت لك في حلقة سابقة، قلت لك يا سي عز الدين احنا رانا نخلدوا في مآثر رجالنا، هادو علماءنا، لان الشيخ البشير الابراهيمي ما كانش واحد في التاريخ الحديث اكتب على فلسطين ونوه بفلسطين وجاهد في فلسطين ودعم المجاهدين في فلسطين وجمع الدراهم الفلسطين واحنا في ضائقة وتحت استعمار كيما الشيخ محمد البشير الابراهيمي، حتى مات وهو يلهج بفلسطين. نعم. هذا خلدنا له اسمه في مدرسة اللي هي الان تحتوي على 300 طالب، كلهم ولاد شهداء، كلهم ايتام، وحنا اللي بنينا المدرسه، وحنا اللي نخلصوا المعلمين، وحنا اللي قاعدين ندعموا فيها اليومين هذا. هذه الاعمال تخلي هذاك الشعب اللي يحس باللي امه راهي مراه. دعنا من مدرسه من ثانويه الشيخ محفوظ فينا احنا فيها 900 بنت، العام اللي فات وصلت الى 1000، وخرجت هي على مستوى قطاع غزه، خرجت هي الاولى ما شاء الله، مستوصفات باش يداووا الناس. حتى هذه الثانوية، استعملوها في الحجر تاع الكورونا. هذه اختيرت هي الوحيدة في قطاع غزة اللي فتحوها الكورونا، أنا بنية مقاييس عالمية. نعم. احنا المشروع تاع الثانوية ما خليناش يعني بالشراكة مع هيئة الإعمار، هيئة إعمار غزة، واحنا وأنا رئيس مكتبها هنا في شمال إفريقيا. يعني لما تبنت بدعم تمويل جزائري 100%، ولكن الهندسة تاعها كانت بمقاييس عالمية. جميل. هي كي تشوفها ثانوية جميلة جدا بالمرافق تاعها بكلها، يعني نقدر نقول لك هنا بالجزائر ما كاينش هذيك الثانوية. علاه؟ باش هاد الناس ما يحسوش باللي روحهم راهم وحدهم. دعنا من الحملات المستمرة تاع الطرود الغذائية، تاع ترميم البيوت، تاع تأثيث البيوت. دخلنا البيوت تقريبا بيوت لا تصلح للإنسان. أي يتخيل إنسان فقط وحده، احنا الجزائر يتخيل وسيم. روح نجيب لك الباربا. نعم. شيل ياجورة، شيل ياجور الأحمر. لا الباربا هذيك تاع معروفة الباربا، شعب الجزائر عباره شنو الباربا معروف. أيوا تبني له بالباربا، ما هي مجيك ليا، لا هي ملبسة، ما هي موالي، ومغطية بالطولات تاع الحديد. آلاف السكنات في غزة هكذا، تخيل تحت 40 درجة طولة قبل الحديد، هو بوليداته غير صغيرين تحت الطولة. في الصيف معاناة وفي الشتاء معاناة، في كل وقت معاناة. وممكن بلك المشاهد لما نكون نحكي راح يشوف هذه الصور، راح يتابع انا نحكي ويشوف الصور، يشوف لما طلع المنسوب تاع الماء في غزه في الفيضانات، الفيضانات جو مرتين. نعم. الناس ما عندهمش باش يقاوموا. يعني انت لما تتكلم على معاناه، تتكلم على معاناه، ما هو سببها فقر، سببها ظلم، حقره. احنا الجزائريين نكرهوا الحقره عزتي، ما كاش جزائري يحب الحقره. واحد محقور محاصر حقرة، ما كي مخليه ترحم ما ترحمه، كيما يقولوا الجزائر ما تخلي رحمة ربي تنزل ما ترحم، نخلوا ماذا يستفردوا بهم. والمشكل الأخطر هذا الحصار سي عز الدين، أو مش خلي كاين الصهيوني برك، أو تورط فيه القريب والبعيد والودود واللدود، قاعد تورطوا بالحصار هذا. دول الطوق هذو اللي يسموهم دول الطوق، بدون ما نذكروا الناس قاع عارفه لما راهي نحكي، وانا ما عنديش مشكل نذكر نعم. مصر ونذكر الاردن ونذكر، ما عنديش مشكله في هذا، لان وصلنا الى الحقيقه المكاشفه. يعني لما نتكلم فقط لما اليوم عن... انت لما اليوم هذا الهلوله تاع اللي دارتها الامارات المخزيه هذه، ياخذون في السواح، لا سميناهم سواح، الله دوك انا على بالي باللي الشعب الاماراتي المسكين هذا راح يعاني من هذا التطبيع.
إيه الناس دوك البركه، البركه من الارض والعفه والطهاره راح 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 تنقل بتدنيس هذا الناس. للاسف شيخ حمد يعني راينا تضييق عبر معبر رفح، يعني الفلسطينيين الان يضيق عليهم والاسرائيلي يرحب به مسيح عز الدين ويستقبلون في البيوت. كان الاولى بهذاك اللي خرج الصوره هذاك الاماراتي اللي استقبل، كان الاولى يستقبل خوه الفلسطيني ويرحب به. احنا راينا مش يعانق الصهيوني ويرحب به في داره، دنس داره هذاك، دنس داره. راح نقول له انت جبت الشياطين، اخرجت الملائكه من بيتك وجبت الشياطين سكنتهم في بيتك. للاسف حتى شيخنا لطالما راينا معاناه الصيادين، صيادين الغزاويين، يعني بعض الصيادين يخرج ربما بامتار قليله عن ما هو مسموح له به، يجد القناص الصهاينه واحيانا يختطف ليعود الى بلاده في الصناديق جثث. نعم. هامه كثير كثير كثير. اخر ما وقعت عليه من تضييق شيخنا واريد تعليقك عليه، يعني مئات الانفاق التي كان يبنيها الغزاويون على حدود معبر رفح بعد مجيء السيسي والانقلاب العسكري في مصر تم هدمها، وتم تشريع احكام بالمؤبد لكل من يثبت في حقه بين قوسين تهمة إدخال معدات ومساعدات غذائية أو مواد البناء لإخواننا في غزة. ما تعليقكم على هذا؟ هذه من ضمن المعاناة الكبرى التي تؤلم الشعب الفلسطيني. عبك بلي سي عز الدين كنا نقول لك هذا الأمر مهم جدا. عبك الفلسطينيين لما يأذيهم الصهيوني ما يتأذوش كثير، تعرف علاه؟ لأن في داخلهم بلي هذا عدو. بصح لما يأذيهم واحد من خوهم من جلدتهم من عينهم هذا يتأذى. هذاك ذكرني بالبيت الشعري وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند كما قال المتنبي. لا لا، لما يحقرك خوك مش كما يحقرك عدوك. نعم، ذاك عدوك يجي يضربك أمام الناس فخر لك لأنه عدو متسلط قوة وظالم، بل بالعكس لما توقف أمامه شهامة. بصح لما يجي خوك يذلك قدام الناس، يعني هذه الأنفاق واش كانوا به كانوا مأذين للمصريين؟ كي نقول المصري نحكي عن نظامه طبعا، لا نحكي عن الشعوب. الشعوب لحمة لا لا يعني مع 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 مر الزمن ظهر بلي الشعب المصري شعب رغم التطبيع تاع 40 سنة ومازال ثابت وما قدمش. نعم. يعني ما هروش كيما راهم يهرولوا هذو الآخرين. لما تحرم خوك من الغذاء لدرجة قلت واحد الجملة قبل، قلت بلي مثلا الصياد المصري لما يتخطى الحدود تاع 6 ميل ولا قد ما حدينا صياد المصري يجيها الطراد، يسموه اهل غزه يسموه الطراد، واحد الزورق سريع. نعم. جدا الصياد الغزاوي. آه تقصد. نعم، هذا عدو، عدو عنده مبرراته ان الصياد هذا ممكن عنده عمل في البحر ممكن مش. لكن لما مجنون، لما مجنون 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 راك معايا يا سي عز الدين؟ معك مجنون. نعم، يتخطى الحدود ما بين فلسطين ومصر يقتلوه. هو ينادي فيه من ينادي فيه من كيما نقولوا احنا من هذيك المكان تاع الحراسه. نعم، موقع الحراسه، يقولوا هذا مجنون مجنون ومنح حوايجه ستر الا العوره تاعو، يعني مرفوع حتى عليه القلم قسما بالله اللي قتلوه هو تعدى الحدود بمتر او بمترين. للاسف يعني معاناه، هذه معاناه كبيره. فلهذا أنا نقول باللي الآن إذا هذا الحكام تخلوا عن قضيتنا المقدسة نحن الشعوب يجب أن نقف بدعمنا بكل ما نملك، خاصة شيخنا الكريم ونحن لدينا في صحيح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها. يعني إذا كان رب العزة جل في علاه قد أدخلها نار جهنم بسبب هرة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فما بالنا بمن يحبس ويسجن شعب بشعب شعب. نتكلم على شعب، نتكلم على 2 مليون محاصر سياسة. أنا نتكلم لك على غزة، وإذا تكلمت لك على معاناة الضفة والقدس واللي في 48 معاناة كبيرة. فلهذا احنا دائما نبهوا أهلنا راكم تدخلوا في الخير. ما نقول الناس مش تدخلوا في الخير، بصح كاين الخير عنده أولويات، عنده أولويات. أنا الجزائري يعني قلت لك الفقير الجزائري لما تكلف له على فلسطين
يقول لي فلسطين أولى. هذا الفقير اللي يجي عندي كي يقول له احنا جمعيه مختصه في دعم الشعب الفلسطيني يقول لي لا الفلسطيني يقول لي وكاين اللي يقول لك يقول لي والله احنا لو كان لقينا كيف نعاونهم نعاونهم دير على باله او مدرك للصراع للصراع الحقيقي باللي الذل والهوان والتخلف اللي رانا فيه متعلق بتحرير فلسطين. ولازم الناس هذه يفهموها باللي طالما موجود الكيان الصهيوني غير ما تفكروا لا في نهضه لا في حضاره، لانه مو مسبب الفساد على الارض بنص القران. عموم الفساد في الارض سببه بنو اسرائيل بنص القران. يا جماعه كي تقراوا سوره الاسراء راهي بدات بسبحان الله وانتهت بالحمد لله والله اكبر لعظمتها. السوره الوحيده اللي بدات بهذا بدات بالتسبيح وانتهت بالحمد والتكبير اللي مرافقنا في كل صلاه. التسبيح اللي رافقنا بكل بعد صلاه بعد كل صلاه. نعم. علاه لعظمة هذا الأرض وما يجري فيها، لأن سورة الإسراء هي أحداث ستجري في هذا الأرض وين حددها ربي في فلسطين. فدعمها اليوم هو دعم للقرآن، دعم للمشروع تاع النبوة، دعم لكل الكرونولوجيا اللي تحدث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. شيخنا الكريم، الحديث عن معاناة إخواننا وأهلنا في قطاع غزة دائم ومستمر. لا تكفي حلقاتنا البسيطة، ولكن يكفي أننا نفتح جرحا لنداوي ونعالج وحتى لا نصاب بالغفلة. أنقل عن الشيخ أحمد إبراهيمي فيما معناه أن الشجرة لما قطعتها الفأس قالت: ليس ما يؤلمني شفرة الفأس، ولكن ما يؤلمني أن يده من خشب، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند. تحرير فلسطين ورفع الحصار عن غزة مسؤوليتنا أجمعين. فلسطين تنادي، فلب النداء. إلى لقاء آخر وعدد متجدد، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. آخر كلام، سلام.